اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولة الصحفية نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جولة من يومية الصباح والتي عنونت في الصفحة الاولى بنكيون متورطون في سرقة 10 ملايير. وكتبت اليومية ان وكيل الملك لدى السئناف البيضاء امر اخيرا باسناد البحث في ملف ضخم عمر لازيد من 8 سنوات الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية سرقة اموال بلغت في المجموع ازيد من 10 ملايير باستعمال التوكيلات المزورة. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومية الصباح. جولة ملكية وسط الأمطار الغزيرة تستنفر سلطات تطوان، عنوان اخترناه لكم من جريدة الأحداث المغربية. وفي تفاصيل الخبر كتبت اليومية لم تكن غزارة الأمطار التي شهدتها تطوان مساء يوم الأحد المنصرم وحدها الدافعة لحالة استنفار قصوى في صفوف السلطة المحلية والمصالح الأخرى المختصة. فقد شهد بعض المسؤولين الترابيين ينتقلون بين الطرقات خاصة بشارع الجيش الملكي. وأضافت اليومية أن الأمطار الغزيرة والجولة الملكية من جهة أخرى جعلت السلطات بتطوان توضع في حالة استنفار قصوى، خاصة أن الأمطار تزايدت بشكل مهول. وقد تفاصيل تقرؤونها بيومة الأحداث المغربية. 31 قنصلا جديدا أغلبهم في الدول الأوروبية، هكذا عنونت يومية أخبار اليوم. وكتبت أن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار كشف أمس الاثنين عن لائحة القناصلة العامين الجدد، وتضمنت اللائحة 31 قنصلا جديدا، 25 قنصلا عاما في 6 دول أوروبية. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومية أخبار اليوم. وفي الصفحة الرياضية لجريدة المساء فقد عنونت الجريدة الزاكي لن أسمح للخبثاء ببت السموم في محيط المنتخب. وفي الحوار الذي أجرته اليومية مع الزاكي تحدث هذا الأخير عن المباراتين الوديتين الأخيرتين للمنتخب المغربي وعن محيط المنتخب، حيث قال إننا في الطريق الصحيح، لكن ما لم أقبله هو أن تكون هناك محاولات خبيثة لبت السموم في محيط المنتخب الوطني. فقد تفاصيل تجدونها في جريدة المساء. مشاهدينا بهذا الخبر ننهي جولتنا الصحفية، إلى اللقاء. كيفاش؟ أيها لالا، أنت جيتي في الكار؟ بحال جيما. مرحبا بك. مشروبات، مقاعد جد مريحة، ويفي وخدمات أخرى مع ساتيام بريميوم. اكتشفوا متعة السفر من جديد. ساتيام، صفر على حقو طريقو.